السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوم ركن من أركان الإسلام، لكنه ركن شاق، فكان لابد من التدرج في حكم الصيام. فبدأ الصوم بيوم عاشوراء، ثم نسخ بصوم رمضان. وكان صوم رمضان في أول الأمر بالتخيير، إما الصوم وإما الإفطار وإطعام عن كل يوم مسكين. ثم نسخ الحكم وأصبح واجب في حق كل صحيح مقيم قادر على الصوم. فهل هذه كل أحكام الصيام التي نسخت؟ لا، كان هناك حكم آخر. كان وقت الفطر في بادئ الأمر على أرجح الأقوال محدد، من وقت المغرب وإلى النوم. فإن نام الرجل لا يحل له الأكل ولا الشراب ولا النساء حتى يفطر من غد. وكان في هذا الحكم مشقة بالغة على النفس. روى الإمام أحمد بسند حسن، وكذلك روى الطبري في تفسيره عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأيقظها وأرادها، فقالت: إني قد نمت. فقال: ما نمتي. ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. وفي صحيح البخاري رواية أخرى صحيحة: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء، وكان ذلك من باب الرفق والرحمة بالمسلمين في ليلة الصيام. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن ستر وحفظ لكم وأنتم ستر وحفظ لهن. قال الربيع بن أنس رحمه الله: هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتخونون أنفسكم بمعصية الله في ليلة الصيام، وذاك أنكم كنتم لا تصبرون على مباشرة النساء ليلا بعد النوم، فتاب الله عليكم ووسع لكم في الأمر،
وعفى عنكم ما سلف، فالآن باشروهن من المباشرة. وأصل المباشرة هو اتصال البشرة بالبشرة، وهو كناية عن الجماع ومقدماته. وابتغوا في ذلك ما كتب الله لكم من الذريات الصالحة ومن أوجه الخير، وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فصارع رجال ممن أرادوا الصوم فربطوا في أقدامهم خيط أبيض وخيط أسود، ولم يزالوا يأكلون حتى يتبين لهم لون الخيط الأبيض من الأسود، فأنزل الله تعالى من الفجر. فعلموا بذلك أن الخيط الأبيض المقصود به هو ضوء النهار، وأن الخيط الأسود هو ظلمة الليل. وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولننتبه جميعا جيدا، لأن هناك فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران. والفجر الصادق المقصود بالآية الكريمة هو الفجر الذي ينتشر فيه الضياء ويستطير في الأفق، ولا يكون بعده ظلمة، بل يزداد النور ويتضح رويدا رويدا. وعلى العكس الفجر الكاذب، فهو عبارة عن ضوء يستطيل في السماء كذنب السرحان، ثم يكون بعده ظلمة. ثم أتموا الصيام وأمسكوا عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف هو الإقامة في المساجد بنية التقرب إلى الله عز وجل لمدة معلومة. والاعتكاف ليس بواجب، ولكنه نافلة وسنة قام بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقام بها الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحل للمعتكف في المسجد مباشرة النساء طوال فترة الاعتكاف. وحتى إن خرج المعتكف إلى منزله ليقضي حاجة، فلا يحق له أن يباشر النساء في المنزل، ويجب عليه أن يعود مباشرة بعد قضاء الحاجة. تلك حدود الله وأحكام الله التي شرعها لكم، فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. كذلك يبين الله آياته للناس، فلم يبق لهم عذر ولا حجة ولا جهل بالحكم، لعلهم يتقون ويهتدون ويرشدون. جزاكم الله خيرا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.